للحداش، وباش نتحدثوا في اكتو كونسو على الحجوزات اللي تهم المواد الغذائيه، تهم زاده الكراس المدعم. عرفنا اللي فما رق مهم جدا من حيث الكراس المدعم الذي ضخ بالاسواق اللي المفروض يوجه الى مستحقيه بدرجه اولى، لكن اليوم الحجوزات يعني فما عدم اتباع المسالك القانونيه في استعمال الكراس المدعم. فضلا على ذلك كل ما يهم المواد الغذائيه نظرا للفقد دين متاع برشا مواد غذائيه. ومعنا سي نجم الدين العكاري المكلف بالاعلام بوزاره التجاره. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي نجم الدين. صباح الخير ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي اذاعتكم كسرة فم. مشكور جدا على التدخل معنا. اذا نبداو بالعوده المدرسيه، بما انه مازلنا في اطار العوده المدرسيه والكراس المدعم اليوم، والرقم المهم جدا اللي شفناه البارح يهم حجوزات الكراس المدعم. في الحقيقة المصالح نتاعنا نتاع المراقبة الاقتصادية وفي العشرين يوم الأولانيين من شهر سبتمبر هذايا قامت ب 16532 زيارة تفقد في القطاعات الكل، طبعا مش كان في المكتبات وغيرها. الرقابات هذه عملت 2365 مخالفة وعملت برشا حجوزات. كانت تحب نبدا لك بالكراس المدعم والكراس حتى الرفيع. حجزنا في الفتره هذه نتاع ثلاثة اسابيع تقريبا 184,000 كراس مدرسي. 184,000 كراس مدرسي ومعاهم 84,000 قطعه من مواد مدرسيه مختلفه. اللي استعملوهم الاقلام مواد ادوات مدرسيه اخرى. من غير العوده المدرسيه في الفترة هذه واللي يكثر فيها الاستهلاك بصفة عامة، حززنا 138 طن من مشتقات الحبوب المدعمة. مشتقات الحبوب معناها كسكسي، مقرونة، سمين، غيره. وحززنا زادة 317 طن خضر وغلال. وحجزنا أخرى حاجات مدعومة أخرى 7 طنان من السكر المدعم. وقريب اقل من 3,292 لتر زيت نباتي مدعم، تسمى زيت الحاكم. قريب 10,000 لتر من الحليب. وتدعيما لكلامك لهنا برشا ناس معناتها تقول وينو زيت الحاكم، معناتها علاش ماهوش موجود؟ والفرق نتاعنا مع حتى زاد مع عوان وزاره الداخليه من شرطه وحرس قاعدين يقوموا بحملات يصلوا فيها الليل بالنهار في الفجر في المارشيات دكرو في غيره، ديما متواجدين ونحاولوا رغم قلة العدد باش نقوموا ونصداو المعاملات والتجاوزات والاحتكار وغيره. حجزنا اخر زاد 225 طن مواد علفيه. في الاتجاه هذا زاد ثم البارح برك الاربعاء تم حجز قرابة 420 كيلو من مادة العجين الغذائي مقرونة وتحويلها إلى علف تاجر أعلاف شراها هذوما في عوض تمشي للاستهلاك البشري، يهزهم يلقاوها محطوطة معناها في 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 مكان في جهة سوسة، فهمتني، في إسطبل لتربية المواشي وقاعد يحول فيها إلى علف، فهمتني، معناها الناس معناها تحتاج الى مواد مدعومه. معناها اليوم فما شكون تحول الى اعلاف للحيوانات والمواشي. معناها اليوم فما شكون يقول لك راني مانيش قاعد نلقى في العجين الغذائي بالطريقه الكافيه مقرونه ولا غيره. اليوم تم حجز كميه كبيره من المقرونه المعده للاستهلاك وبغايه تحويلها الى علف للحيوانات. صحيح، هذه موجوده. زاد وقت البارح زاد تم حجز 2456 كراس مدرسي. بعض المصانع هي اللي قامت بترويجها معناها بطريقه غير منظمه غير قانونيه. يعني معناها كان نتبعوا الحجوزات ونتبعوا العمل والكل نلقاو برشا. صحيح باش تقول لي ممكن ثم مخالفات في السوق موجوده، نقول لك نجم تكون مخالفات، لكن احنا نعودوا زاد على وعي المواطن المستهلك وعلى خدمته هو باش يتصدى حتى بطريقه غير مباشره للاعمال الاحتكاريه والترفيع في الاسعار وغيرها من المخالفات والتجاوزات اللي يقوموا بها التجار، سواء تجار الجمله او تجار التفصيل في الاسواق. عنده الارقام الخضراء وعنده
كيفاش يتصل معناها بمصالح وزارة التجارة باش ندافعوا كلنا على حقوق المستهلك. سي نجم الدين، اليوم المواطن كي يلقى الكراسة نفس الكراس بأقل سوم، هي نفسها اللي في السوق المنظم وإلا غير، ويبدأ بأقل سوم في السوق الغير منظم، اليوم المواطن التونسي مع المقدرة الشرائية نتاعو يمشي للأقل كلفة بقى اكثر من انه يمشي الى المنظم، راهو هذايا مانيش نشجعوا على اي. نجم يكون العامل الاقتصادي والمقدره الشرائيه تنجم تكون، لكن ثم جوده وثم زاد مخالفات، ما تعرفش تبدا بضايع مجهوله المصدر وعندها ساعات بعض الاخطار على مستعملها من تلاميذ ومن الاولياء وغيرهم، فيهم مواد، بعض المواد مدرسيه حتى من غير الكراس فيهم نجم تكون مواد مسرطنه عفنا عافاكم الله، او حتى تسبب بعض الاضرار خاصه للاطفال التلاميذ في المرحله الاولى من التعليم الاساسي. إذا الناس كل تقر أنه برشا أمراض نجم تكون متأتية من الأسلاك الموازية في علاقة بالأدوات المدرسية، وكانت عنا مصافحة برشا مرات مع ممثلين عن وزارة الصحة وتبيننا معهم شنو ينجم ينجر على أدوات مدرسية ما هيش في السلك المنظم من خطر على الصغيرات هذوكم اللي نجموا يقيموا معناتها في المستشفى جراء استعمال خلينا نقولوا قام ولا أي حاجة معناتها تنجم تضر بصحته. سي نجم الدين العكيري، إذا هذوما أهم الحجوزات بالنسبة لوزارة التجارة. بارك الله فيك، هذا هما قلت كل المعلومات نتاع أهم المحجوزات اللي صارت في الثلاث أسابيع الأولى من شهر سبتمبر آخرها البارح. والعمل مازال متواصل وباش يكون الجهد ديما متواصل، ونأملوا فيه باش يكون المواطن واعي، وهذه مسؤولية نتاع وزارة التجارة وبقية الوزارات وخاصة وزارة الداخلية اللي توفر فرق أمنية تصاحب المراقبة الاقتصادية وغيرها باش يحافظوا على النظافة في الأسواق وسلامة المعاملات الاقتصادية والتجارية. واضح، مشكور جدا المكلف بالإعلام بوزارة التجارة نجم الدين العكيري. الحوار كامل من حيث الأرقام تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم، احنا مواصلين معكم حتى للحداش في الشارع التونسي. نرجعوا لكم بعد موعد الأخبار مع صفية المحرر.